تونس يبدأ المشوار في كأس العالم مع المباراة الافتتاحية، مباراة عليها تركيز كبير لأنها تعلن انطلاقة أكبر حدث على مستوى العالم، بطولة يتابعها عشاق كرة القدم وحتى غير متابعي ربما لكرة القدم، بطولة يحلم فيها الجميع، الكل يبحث عن لقبها، الكل يبحث عن المشاركة فيها، الكل يريد أن يصل صوته إلى العالم من خلال هذه البطولة، ثم أن الكل يريد أن يحقق الفوز والنجاح والتاريخ في هذه البطولة. يا إلهي على هذه الأجواء، دراغا واحد من الملاعب الجميلة بالنسبة لي، أعتبره من الملاعب الرائعة جدا في كرة القدم الأوروبية، أحب أن أعلق في هذا الملعب بالذات. أما الآن مع النشيد الوطني لتونس. نتجه الآن إلى النشيد الوطني الآخر. And now, lining up for Denmark, number one, Schmeichel. Number 24, Vestergaard. Number 17, Larsen. Number 19, Schürrle. هي البداية إذن. فيسترغارد، شونه، لمسة على اليسار، لمسة بينية، يتعثر ويثبت توازنه، يتقدم، لعبة جميلة، تسديدة أجمل إلى خارج المرمى، لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. يلعبها لمنطقة الخطر، يلعبها ببراعة، أوصلها إلى المرمى، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس، تلعب الكرة إلى الأمام، يمر ولا يزال عنده فرصة خطيرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يرسلها داخل ال 18، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يلعبها طويلة على الطرف، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، وهذه رمية جانبية، تقدم إلى الأمام،
يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، يحاول فك شفرة الدفاع، يحاول لعب الكرة بالراس، هدف لتونس، وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. عرضية جميلة، رأسية أجمل، التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. كرة طويلة للأمام، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، كرة إلى الأمام، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يحاول أن يلعب كرة بينية ويلعبها عرضية. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. هدف مقابل لا شيء الآن. ويستمر في انطلاقته، في محاولته، ينطلق بالكرة لكنه يقابل دفاع قوي يمنع اليوم من الخطورة. بينية تمر، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. يحتسب الحكم ركلة حرة، بطاقة صفراء مستحقة. تسديده في اتجاه المرمى، بعيده تماما عن المرمى، يدرك جيدا انه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافه البعيده، لكنه في الاخير فشل. يحصل عليها خزري. اللاعب يحاول مرور، تسديده من اول لمسه. حارس يتالق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينه. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. كرة لم تبعد، وفي هذه اللحظة صافرت حكم المباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. تونس حصل على العديد من الفرص في شوط المباراة الأول، كان من الممكن أن يضاعف النتيجة، أن يسجل أكثر من هدف، أن يلعب بطريقة أو بفارق مريح من الأهداف، لكن في الأخير لم ينجح في استغلال تلك الفرص. تبقى على 1-0. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف نترقب وإياكم إثارة كبيرة جدا في هذه المباراة. ينطلق إلى الأمام بسرعة، يمر يلعب كرة بينية، عرضية داخل منطقة الجزاء.
باس فيسترغارد، شونه يحاول استغلال المساحة إذا وصلت إليه الكرة، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، باس يستعيد الكرة بسرعة، عمل كبير، يا سلام على محاولة انتظار الكرة العرضية، يلعب كرة بينية ويلعبها، هذه كرة باتجاه المرمى، الله مروان ينجح في التسجيل، راسية في منتهى الروعة، لكن قبل ذلك يا جماعة شوفوا الكرة العرضية، دانيمارك يحاول إيجاد حل تغيير على أمل تحسين وضعيته في المباراة. تونس يتقدم بهدفين الآن، يمكن أن نقول أنها أصبحت مواجهة تقريبا سهلة. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. إريكسن، بولسن يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، خازري لمسة بينية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، خازري الدنمارك يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء، رأسية مذهلة لكنه لم ينجح، انطلاقة من جهة اليمين، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، بولسن محاولة جميلة لكنها لم تكن كافية لتسجيل هدف، باس يلعبها طويلة، قراءة ممتازة من الدفاع، تاكل قوي، مرة أخرى رمية تماس، ويلعبها للجانب الآخر من الملعب، شونه تغيير جميل للعب، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، اندفاع رمية جانبية، إذن يفقد توازنه،
اللعبة من على الطاير. انتهت المباراة. إنها البداية التي كانوا يتمنوها. وضعتهم هذه البداية القوية في موقع رائع، منحتهم ثقة أكبر، وبالتأكيد هذا سينعكس على أدائهم في المباريات القادمة.